القصف الصاروخ على قرية الكستان 8/8/2012. هاي اصلاحات بشار، تفرجوا، هاي اصلاحات بشار، بشار كان اول شيء بيضربنا بهاون، بيضربنا بقذائف صغيره، هلا صار يضربنا بصواريخ، اصلاحاته عم يكبر لنا اياها كل ما عم يكبرها، بالصواريخ، بالطيران، بكل شيء، ايش بده بده يضرب؟ الزلمه بشر هذه ما البشر عنده، اصواز جيش، ايش بده يسوي؟ يسوي.